على اول ليكتشر في الفازي لوجيك وشرحنا الكونسبت الفكره بتاعته جايه منين. اتكلمنا عن انه الفازي لوجيك بيزيكلي بما ان هو يعتبر من ضمن الارتفيشال انتليجنس فيلدز فهو بيزيكلي بيعتمد على حاجه ليها علاقه بالليفنج اورجانيزم. الفازي لوجيك سبيسيفيكلي بيعتمد على الهيومن لان هو بيتكلم او الموتيفيشن بتاعه جاي من فكره ان اللينجويستيك اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه بيكون فيها شيء من الغموض في تحديد الباوندريز بتاعتها. لما نيجي نوصف حاجه معينه بنستخدم الفاظ كده ترمينولوجيز احنا بنفهمها مع بعض. لما اوصف حد واقول عليه ان هو زي ما قلنا قبل كده طويل قصير سريع ذكي الرينج بتاع الرقم ده بيبقى فازي شويه وبيختلف من شخص للتاني. فالكونسبت ده نفسه اخدوه وقالوا طب ما احنا sometimes بيبقى عندنا بعض القراءات بناخدها من سنسور مثلا بناخدها بشكل او باخر من سيستمز وبعدين بيكون فيها شيء من النويز فما ببقاش قادر احدد القيمه كام بالظبط فببقى بتوين يعني ممكن الرقم ده ما بين 3 و5 لكن هو كام اكزاكت مش عارف. طب ليه ما نستخدمش الفازي لوجيك علشان ياخد القراءات اللي بالشكل ده ويحولها لقيمه كريسب عن طريق مجموعه من الستبس؟ لان الماشين عايزها تفهم انت كانسان لما تقول لحد ده طويل فانت مستوعب انت وزميلك طويل دي مقصود بيها ايه. طب الماشين هتفهم ده ازاي؟ فهي نفس الكونسبت بالظبط. اذا الفازي لوجيك الفكره بتاعته ان هو اخد الفكره بتاعه خلينا نقول الترو اور فولس ال1 اور 0 اللي هي التو فاليوز وقال لك تعالى نخليها رينج اوف فاليوز تبقى مالتي فاليوز. فبدل ما يبقى عندي only true or false خلينا نقول true to specific degree و false to specific degree يعني حاجة من between in between الزيرو والواحد يعني 7 من 10 5 من 10 6 من 10. طيب احنا علشان نعمل الكلام ده محتاجين مجموعة من الستبس. اتفقنا ان الـ AI basically بيعتمد على ان هو بيتعامل مع الـ problem as a black box. شرحنا الـ modeling techniques اتكلمنا على الوايت اتكلمنا على الجراي اتكلمنا على البلاك اتكلمنا على الانتليجنت والانتليجنت اقربهم للبلاك ولكن هو بيحط في اعتباره حته الانسرتينيتي لما يكون في عندي ميسنج في الانفورميشن يقدر يتعامل معاه. اذا انا بتعامل مع البروبلم از بلاك بوكس في الاي اي انا عايز شويه داتا سيت ومحتاج ايه ومحتاج اوبجكتيف فانكشن وكونسترينتس. تمام يا شباب؟ طيب الداتا سيت دي لو فيها حاجه ناقصه يبقى في انسرتينيتي يبقى المفروض ان هو يقدر يتعامل مع البروبلم ويديني سوليوشن يكون اكسبتابل بالنسبه لي. طب الداتا سيت في الـ في الـ في الجيناتيك الجوريزم حاجه حتى الانكودنج نفسه في الجيناتيك الجوريزم ليه طريقه مختلفه والستبس بتاعتها مختلفه. الداتا سيت في لو بستخدم اي طريقه من طرق الاوبتمايزيشن حاجه الداتا سيت مع الفازي لوجيك حاجه ثانيه. الداتا بتدخل للفازي لوجيك في صوره if then rules يعني انا عندي بدخل بشوف احكم على السيستم بتاعي وليكن عندي سيستم ده عباره عن عربيه بتتحرك مثلا لما بديها اشاره معينه عندي رياكتور مثلا لما بفتح فالف بيحصل حاجه بيحصل ستيرنج للكونتنت اللي موجوده في التانك وبعد كده بيتعمل دريننج لما بيوصل البريشر لحاجه معينه او الليفل لحاجه معينه. طب ده كله انا كاكسبرت مش كانجينير بقى يعني مش كبروجرامر انا كاكسبرت بقى انجينير اقدر ان انا احط اصيغ الكلام ده في صوره if then rules if condition then action. لو حصل condition ده and ده or ده هيحصل الاكشن ده. طيب الكونديشنز دي ممكن تبقى بنسميها condition او antecedent ممكن تبقى مكونه مجموعه اجزاء يعني if temperature كانت 30 والفالف ده كان opened then اعمل لي كذا. إذا أنا عندي two parts موجودين في الانتسيدنتس أو في الأكشن محتاج أعمل لهم أندنج محتاج أعمل لهم أورينج. طب أنا هعمل أندنج وأورينج إزاي إذا كنا إحنا بنقول إن أنا عندي في ديجري أوف الفاليو مش الفاليو توتال يعني مش 0 أو 1 وإحنا عارفين إن الأند والأور بيشتغل مع اللوجيكال ثيوري اللي هو أنا عندي يا 0 يا 1 عارفين الاند بيديني امتى واحد وعارفين الاور بتديني امتى زيرو والنوت بتديني وهكذا. طيب اللوجيكال اوبريشنز دي نقدر نقول ان الفازي لوجيك حاله خاصه بقى منها. طب ازاي؟ هي اوريدي يا صفر يا واحد والفازي لوجيك فيه ممبر شيب فانكشن فيه ديجري من الفاليو فقال لك طيب احنا
خلينا نقول ان الفازي لوجيكال اوبريتورز او ريزنينج هي عباره عن سبسيت من الستاندرد بوليان لوجيك. هي حاجه تندرج تحت الستاندرد بوليان لوجيك اللي هو الاند والاور اللي احنا عارفينهم دول. طيب احنا عندنا نقدر نقول بمعنى اخر if we keep the fuzzy values at their extremes هتبقى completely true واحد يعني او completely false zero standard logical operation will hold. طب احنا الفازي مش كده فانا محتاجة اعرف طالما في operators لما انا هستخدم if the rules يعني في and وفي or طب الand والor هيمشوا ازاي بقى لما يبقى في degree of membership function مش واحد بالضبط ولا صفر بالضبط. ففكروا فيها فقال لك الاند دي بتديني واحد بس لما يكون الايه التو انبوتس اللي داخلين بواحد والاور لو كان اي واحد فيهم بواحد. طب ما احنا ممكن نعمل ايه نعمل حاجه ظريفه جدا بما ان الفازي لوجيك هو تروث اوف اني ستيتمنت بتبقى عباره عن ماتر اوف ديجري ما هياش فاليو اكزاكت كام فانا اقدر اقول ان انا ممكن استبدل الاند في الفازي لوجيك بالمينيمم اوبريشن كاني بعمل مينيمم ما بين تو فاليوز. فتعالوا نشوف كده لو عملت مينيمم ما بين الاثنين دول هنلاقي دايما المينيمم يعني اقل قيمه في الاثنين هتبقى صفر وهنا هتبقى واحد صح كده. يبقى انا حققت كده ايه الاند لوجيك جيت في الفازي لوجيك. انا عايزه بعمل كده ليه عشان استخدمها كاوبريتور بعد كده في الاف ذن رولز. طيب لو انا عندي الاور لوجيك جيت فانا ممكن استخدم الماكس اوبريشن. الماكس اوبريشن هيجيب لي الماكسيمم في كل مره من الانبوتس اللي داخلين فاز 0 و0 هيديني 0 0 1 هيديني 1 1 1 هيديني 1 تمام يا شباب ده الماكسيمم اوبريشن. يبقى هنمثل الاند بمينيمم اوبريتور وهنمثل الاور بماكسيمم اوبريتور او فانكشن وان عندي فاينالي النوت اوبريشن اللي هي اللي بتعمل انفرجن بيكمز ايكويفالنت تو 1 ماينس الايه الفاليو. طيب ده علشان نعرف الاوبريتور بتتمثل ازاي لما نيجي نعمل اف ذا رولز هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. فاصبحت احنا بس شلنا هنا الاند والاور وحطينا ما يقابلهم لو انا بتعامل مع فازي لوجيك وليس بوليان لوجيك. ده مثال لو انا عندي بالس داخله بالشكل ده اللي هي بتريبريزنت بي والانبوت التاني هو بيريبريزنت ايه فلما نيجي ندخلهم نعمل لهم اندنج مع بعض فهياخد الايه المينيمم في كل مره فالمينيمم هنا زيرو المينيمم ما بين الاثنين دول زيرو ما بين الاثنين دول برضو زيرو ما بين الاثنين دول هما الاثنين اصلا واخدين واحد فيبقى واحد فيطلع ده الشكل الناتج من عمليه الاندنج اللي حصلت. نفس الكلام هنا نفس السيجنال اللي عملت لها اورنج هياخد الماكسيمم في كل مره فالماكسيمم هيديني الشكل اللي هو ده. طبعا النوت هيعكس لي الفاليو بتاعتي. نفس الكلام هنا برضو لو انا هستخدم الكيرفز الثاني ده اللي هو تريانجولر شيب اللي قدامنا ده فلما نيجي ناخد المينيمم فهيبقى المينيمم هنا بالنسبه لي هو الجزء ده لما نيجي ناخد الماكسيمم ما بين الاثنين هيبقى هو الجزء ده تمام خلاص تمام. يبقى انا عندي لما اقول لك ان الانترسكشن او المينيمم ما بين تو فاليوز في الفازي انترسكشن هيبقى عباره عن المينيمم ما بين الاثنين والماكسيمم ما بين الاثنين هيبقى عباره عن الفازي يونيون اللي هي الاورنج يعني. طيب خلينا نشوف كده بنعمل الاف ذن رولز ازاي. طبعا الاف ذن رولز محتاجه اكسبرت. لو انا هتكلم على سيستم زي ما انت محتاج عشان تجيب داتا سيت فانت محتاج حد يبقى فاهم او عنده حتى اقل داتا سيت والموضوع اصعب شويه في الفازي لان انت بتجيب داتا سيت عادي جدا في الاوبتمايزيشن وبتنزلها من على اي ويب سايت زي كاجل مثلا ولا حاجه وتستخدمها على طول تعملها بري بروسيسنج وكده بس بتستخدمها. لكن في الفازي لوجيك محتاج الداتا سيت تكون بتاعتك في صوره اف ذا رولز بتوصف ايه البروبلم ايه اللي بيحصل فيها تدريج. طيب يبقى خلينا نقول مثلا علشان نعرف زي ما الجيناتيك الجوريثم ليها ستيبس ان احنا رقم واحد بنعمل initialization للpopulation رقم اثنين بنجيب الفيتنس فانكشن لكل واحد رقم ثلاثة بنعمل كروس اوفر سوري بنعمل selection رقم اربعة بنعمل كروس اوفر رقم خمسة بنعمل mutation ونكمل زي ما دي ليها steps برضو الفازي لوجيك ليه steps. ايه الستيبس بتاعته بقى؟ الستيبس بتاعته هناخدها بس بالتدريج كده هنمشي في اول محاضرة الاخيرة بالتدريج الستيبس بتاعته عبارة عن ايه. يعني مثلا ده if then rule a single fuzzy if then rule ادي just one rule
بتقولي اف اكس از اي ذن واي از بي. انا محتاج اعرف الاكس دي ايه والاي والاي دي ايه والواي ايه والبي ايه علشان اعرف ايه اللي بيتم في الفازي اف ذن رولز، ومحتاجه اعرف برضو كل رول من دول هتطلع لي بايه الناتج بتاعها. اول حاجه بتعملها في الـ في الـ في الفازي رولز في الستبس بتاعتك ان انت بتعمل حاجه اسمها فازيفيكيشن، يعني بتحول الدخل اللي داخل لك ده لست لفازي ست، الانبوت اللي داخل ده الفازي ست. اذا انا عندي اقدر اقول ان الاي والبي هي لينجويستيك فاليوز، وبما ان هي لينجويستيك فاليوز يبقى ايه؟ يبقى الباوندريز بتاعتها مالها؟ صح؟ لما تيجي توصفي الاكل تقولي اتس ديليشس، ديليشس بتاعتك غير بتاعت غيرك، او ممكن تقولي بلاش ديليشس، خلينا نقول ممكن نقول على الفود اتس جود. انا بالنسبه لي جود يعني اكسبتبل، واحد تاني جود يعني حلو، صح؟ طيب هو احنا يبقى ده في باوندريز بقى للموضوع، انت كام يعني جود دي كام؟ 5 ولا 3 ولا 10 من الست اللي اسمها جود. فانا عندي الاي والبي لينجويستيك فاليوز ديفايند باي فازي سيتس اون رينج، الرينج ده بنسميه اليونيفرس، اليونيفرس اليونيفرس اوف ديسكورس، اليونيفرس في يونيفرس اوف ديسكورس عباره عن الرينج اوف فاليوز بتاعت الانبوت، ماشي؟ اف بارت اوف ذا رول اكس از اي، ده بنسميه الانتيسيدنت او الكونديشن او البريمايز، وايل ذن بارت بنسميه اللي هي الواي از بي، الجزء ده بنسميه الكونسيكوانت او بنسميه الكونكلوجن او بنسميه الاكشن زي ما احنا متعودين. يبقى انتيسيدنت كونكلوجن او انتيسيدنت كونسيكوانت او بريمايز كونسيكوانت، ماشي يا جماعه؟ طيب تعالوا نشوف دي. اف سيرفيس از جود ذن تيب از افريج، احنا هناخد الاول الافكار وبعدين ناخد اكزامبل على بعضه كده نعمل له فازيفيكيشن من الاول لحد ما نعمل دي فازيفيكيشن ونجيب الايه الستبس واحده واحده زي ما عملنا في الجيناتك كده. اف سيرفيس از جود ذن تيب از افريج، حضرتك لو انت عجبك المطعم وانت بتاكل هتقوم تديله ايه؟ تيبس حلوه. ما عجبكش مش هتدي خالص. طب عجبك بس نص نص هتدي تيبس قليله، صح؟ طيب يبقى الفكره هنا بتعتمد على رينج اوف فاليوز اللي هو ايه الجود. الجود ده ايه يعني؟ السيرفيس دي كام؟ تديها كام من 10 مثلا؟ كام من 10 ده؟ يبقى ده اليونيفرس اوف ديسكورس، الرينج بتاعك اللي انت هتحكم عليه. طيب يبقى وعندي برضو الافريج، الافريج دي من كام لكام؟ فانت هتدي له تيب بيزد على ايه؟ الفاليو اللي هنا. اذا الانتيسيدنت بتاثر على الكونسيكوينت، الكونديشن بياثر على الاكشن. طب احنا عايزين برضو كده في الفازي لوجيك، الكونديشن تمام او الانتيسيدنت ياثر على الكونسيكوينت، ياثر على الكونكلوجن. جود از ريبريزنتد از ا نمبر بتوين 0 اند 1، وافريج از ريبريزنتد از ا فازي سيت، اند سو ذا كونسيكوينت از اساينمنت ذات اساينز انتاير فازي سيت بي تو ذا اوتبوت فاريبل واي. اهي بي بيعمل لها اساينمنت في واي. يبقى انا عندي الاي والبي دول، او هنا خلينا نقول الجود والافريج، هم عباره عن ايه؟ الافريج ده الاوتبوت، الاوتبوت بتاعك بيكون فازي سيت. اذا انت لما بتعمل فازيفيكيشن بتخرج فازي سيت، مش نمبر، مش جاست مش مجرد رقم. الجود هنا عندي هي نمبر ما بين 0 وال1. طيب طبعا هنا نقطه ان الاساينمنت حاجه والايكواليتي حاجه تانية، اعتقد انتوا اكيد عارفينها في الكودينج، يعني لما نعمل اتنين ايكوال ورا بعض غير لما نعمل جاست 1 ايكوال. يعني هنا ممكن اقول مثلا اف سيرفيس بيساوي 2 جود ايكوال، يعني معناها ان انا الفاليو هنا ايكواليتي انما هنا عمليه اساينمنت. اف ذن رول سيرفيس اند ذا اوتبوت از انتاير فازي سيت، يبقى الانبوت اللي داخل على اف ذن رول اللي هو السيرفيس والاوتبوت عندي هو الفازي سيت اللي هي الافريج. يبقى بيز على السيرفيس هطلع بايه؟ باوتبوت بيمثل لي فازي سيت الرينج بتاع الافريج بتاع التب اللي انت هتديها. في الاخر خالص لازم اعمل حاجه اسمها دي فازيفيكيشن بعد ما امشي في مجموعه ستيبس كده. الدي فازيفيكيشن ده هو الغرض اصلا من الفازي لوجيك، ان انت تترجم الرينج اوف الباوندري الواسع ده لجاست وان فاليو بتريبريزنت القيمه اللي انت عايزها. يعني ما اقول على حد طويل، يعني كام طويل دي؟ كام بالظبط؟ طيب
interpreting and if the rule involves distinct parts. أول حاجة أنا عندي بعمل evaluation للantecedent involve fuzzifying the input and applying any necessary operators. يعني operators ما احنا قلنا متفقين ان احنا عندنا ممكن يبقى الكونديشن متقسم لكذا جزء if كذا and كذا and كذا او if كذا and كذا or كذا. يبقى خلص لي دول مع بعض عشان الناتج بتاع تخلصهم مع بعض هيأثر على الكونديشن. وصلت؟ طيب second applying that result to the consequent اللي هي قلناها الوقت دي بنسمي العملية دي implication. إذن إحنا أول رول خالص كل الرولز بنعمل فيها ده نعمل falsification implication. يعني إيه falsification؟ يعني بحول الـ input اللي دخلي لفازي ست واضحة كده ومعروفة. طيب الفازي ست دي بعد كده انا عندي الانبوت الكونديشن نفسه متحول لكذا جزء يعني في مثلا ممكن ما يبقاش فيه ممكن يبقى بارت واحد ممكن يبقى فيه اوبريتورز مجموعه من الاجزاء في الكونديشن خلصهم مع بعض واعمل الاورنج والاندنج هتطلع برقم الرقم ده بنسميه ديجري اوف سبورت الرقم ده بستخدمه علشان اثر بيه على الايه الاوتبوت اللي هو الكونديشن بتاع نفس الرول دي ياثر على الكونسيكونت بتاع نفس الرول دي العمليه دي اسمها امبليكيشن امبليكيشن بيتم ازاي هنشوف برده ليه بقى ليه الرقم ده بيأثر على الكونديشن بيأثر على ال الاكشن سوري الكونديشن مظبوط اللي هو الاكشن يعني لان الانتسيدنت لو هي ترو تو سام ديجري اوف ممبرشيب فانكشن احنا اتفقنا في الفازي كده ما بنقولش ان هي واحد يعني 100% ولا صفر ولكن بنقول ان هي بنسبه كذا الاكل حلو بنسبه 5/10 7/10 تمام النسبة دي نفسها هي اللي لازم تأثر برضو على الكونسيكونت فالانتسيدنت لو هي true to some degree of membership function فلازم ال degree of membership function دي اللي احنا مش عارفين هي كام 7/10 أو 8/10 أو 5/10 هتعمل ايه؟ هتعمل تأثير على الكونسيكونت برضو بتاعت نفس الرول فتبقى true بنفس الديجري بالضبط الحكاية دي اسمها الimplication اخد تاثير الانتسيدنت احطه على الكونسيكوينت جميل طيب في الاول هتحسوا الموضوع كده رخم شويه بس لما تشوفوا الستبس كلها على بعضها هتحسوا الموضوع سهل جدا ما فيش فيه اي مشكله اعتقد برضو كان عندكم نفس المشكله في الجيناتيك لكن لما شفتوه على بعضها لقيتوا الموضوع سهل ما فيش فيه حاجه ماشي هنا برضو بيقول لك بيكلمك عن حته الباينري لوجيك لو انا عندي كونديشن ترو يبقى الايه مش صح نقول كده if الكونديشن ترو اف الاسفل ال قولوا معايا يبقى الاكشن ايه هيبقى ترو زيه لو فولس هيبقى فولس صح مش احنا بنعمل كده لا بس في الفازي مش كده بقى احنا بنقول ان هو اف ترو لمثلا 5/10 أو 50% يبقى الكونسيكونت هيبقى ترو بنسبه 50% زيه 7/10 يبقى 7/10 زيه 10/10 كده خلاص ايه 10/10 دي طيب the antecedent of a rule can have multiple parts زي ما قلنا اذا انا ممكن اقول if sky is gray and wind is strong and parameter is falling then يبقى انا عندي بقى هنا ال antecedent فيها 1 2 3 فيها ده وده وده دي كلها محتاج ان انا اعمل لهم ending مع بعض عشان اطلع بايه بحاجه اسمها degree of support رقم الرقم ده بيقول لي هي ترو هي الرول دي ترو او الجزء ده الانتسيدنت ترو بنسبه قد ايه فاقوم منفذها على الكونسيكونس طيب الامبليكيشن بارت الامبليكيشن فانكشن اللي هي ان انا باخد القيمه اللي بطلع بيها من الانتسيدنت بعد ما اخلص الاوبريتورز مع بعضها واثر بيها على اللي هي عشان اعرف الانتسيدنت ترو بنسبه كام واثر بيها على بصي اللي جنبك كده اديها كتف ايوه دي واثر بيها على الكونسيكونت فممكن اعملها ازاي بقى احنا قلنا بناخد رقم والرقم ده بنأثر عليه في اكتر من ميثود احنا هنستخدم اشهرهم اسمها المينيمم فانكشن او بنسميها الترانكيشن فانكشن الترانكيشن ان انا باجي اعمل ايه ان انا باجي على الفازي ست بتاعه الكونسيكونت واقوم جايه قطعه عامله ترانكيشن عند قيمه الديجري اوف سبورت ايه الديجري اوف سبورت الرقم اللي طلعت بيه من الانتسيدنت طب احنا عايزين نشوف بقى الكلام ده عشان كده انت توهتينا يا دكتور ماشي نشوف الاول السمري بتاعه الايه الكلمتين اللي قلناهم علشان الدنيا تبقى واضحه
رقم واحد في الستبس هعمل فازيفيكيشن للامبلس، يبقى ريزولف اول فازي ستيتمنتس ان ذا انتسيدنت تو ا ديجري اوف ممبرشيب فانكشن ما بين الصفر والواحد، خلصهم لي مع بعض. If there is only one part antecedent هي دي degree of support، بنسميها degree of support للرول. كل رول بتشرح كل جزئية في السيستم ليها degree of support مختلفة، تمام؟ بعد كده بعمل apply للفازي operators. لو أنا عندي أكتر من part في الانتسيدنت خلصهم مع بعض، أعملهم oring، أعملهم ending، وطلع لي بالdegree of support بتاعته. هتطلع الdegree of support هاخدها أعمل بيها حاجة اسمها implication method على الكونسيكوينت اللي هي الجزء الثاني من الاف ذن رول. وبعد كده يبقى ساعتها كده انت خلصت الرول الاولانيه. تعالوا نشوف المثال بقى. المثال بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي الرول بتقول، على سبيل المثال انا عندي سيستم مكون من مجموعه رولز، هنمسك واحده واحده ونشوف بنمشي ازاي. الرول بتقول if service is excellent، يعني دي القواعد اللي هم حاطينها عندهم في المطعم مثلا، or food is delicious then tip هتبقى generous. مين الانتسيدنت اللي هو ده، مين الكونسيكوينت اللي هو ده. هعمل ايه؟ اتفقنا اول حاجه هعمل فازيفيكيشن للانبوت اللي هو مين، اللي هو الاكسلنت ده، دي حاجه فازي الباوندريز بتاعتها فازي. تعال نحط لها شكل ميمبرشيب فانكشن اللي احنا كنا بنشرحها المحاضره اللي فاتت الاونلاين. ميمبرشيب فانكشن دي بتريبريزنت ايه؟ بتريبريزنت الفازي سيت اللي اسمها اكسلنت. الاكسلنت دي اكيد طالما ممبر شيب فانكشن يبقى ليها رينج من كذا لكذا، ده بنسميه يونيفرس اوف ديسكورس. يعني الاكسلنت بتاعك انت حاطط لنفسك ريت كام، من 0 ل 10؟ اوكي، يبقى ده اليونيفرس اوف ديسكورس. مين اللي بيحدده؟ بروبلم ديبندنت، وبيعتمد على الاكسبيرينس انت عايز ايه. طيب وعندي هنا food is delicious، فالdelicious دي برضو هي بتعتمد على membership function. أنا بعمل fuzzification للservice و fuzzification للgood، بحطهم في fuzzy set بmembership function معين. فيجي يدخلك الانبوت يقول لك على فكرة service كانت zero، zero service كانت sorry مش كاتبة هنا الرقم، service لا دي الممبرشيب فانكشن، يدي لك قيمه للسيرفيس وليكن 3، تمام؟ تقوم تشوف الثلاثة دي على الممبرشيب فانكشن كيرف بتديني ايه؟ ما هو الممبرشيب فانكشن احنا اتفقنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت انه قيمه من 0 ل 1. ممكن استخدم التريانجولار ممبرشيب فانكشن، ممكن استخدم الترابيزويد ممبرشيب فانكشن، ممكن استخدم الجاوسيان ديستريبيوشن، البيل سيجمويد، الباي سيجمويد، ممكن استخدم السيجمويد فانكشن، وهكذا. عندي اكتر من ممبرشيب فانكشن، بستخدم الستريت لاينز ممبرشيب فانكشنز دي لما تكون البروبلم ما فيش فيها كومبلكستي عاليه، مش محتاجه السموثنس قوي. استخدم السموث في حاله لو كانت الكومبلكستي اعلى. زي ما انتم شايفين كل ممبرشيب فانكشن ليها رينج، الرينج ده هو اليونيفرس اوف ديسكورس اللي انت بتحدده لكل انبوت انت بتعمله فازيفيكيشن. وليكن اخترت الاكسلنت، فالاكسلنت مثلا من 0 ل 10، وبعدين انا بحدد بقى ايه الفاليوز بتاعه البيكس دي، وانا بكتب الايه الممبرشيب فانكشن في الكود. يعني بقول مثلا 0 3 8 مثلا 10، فيقوم خلاص هي الرسمه بتاعتها هتبقى كده، ماشي؟ انا مثلا قلت ان السيرفيس 2، الانبوت بيقول ان السيرفيس 2، فسيرفيس 2 معناها الممبرشيب فانكشن كام؟ 0 صح؟ طب لو قلت لك السيرفيس 4 الممبرشيب فانكشن كام؟ الرقم ده. لو قلت لك سيرفيس 8 ممبرشيب فانكشن كام؟ 0. قلت لك السيرفيس 5 ولا دي كام؟ 6، هيقول لك الممبرشيب فانكشن كام؟ 1 صح كده؟ يبقى انت هتحط الانبوت، مش انت اللي هتحطه طبعا، يعني بيجيفن دلوقتي انا عامله رولز واللي جاي قاعد بياكل بيقول لك انا هدي للسيرفيس كذا. اشتغل بقى يا ايه؟ يا فازي لوجيك سيستم وطلع لي الناتج بتاع الكلام ده ايه؟ وهدي للفود رقم كذا. يقوم يجي يشوف الفود برضو، يلاقي الفود بقى برضو الكلام نفس الكلام، قال لك وليكن الفود انا هديله رقم، خلينا نقول ان هو هنا مثلا هديله 9. انا شايفه ان هو ياخد 9 من 10، 9 من 10 يجي يشوف يوقعها على الممبرشيب فانكشن يلاقيها تديني 7 من 10 مثلا. اذا انا عملت هنا فازيفيكيشن للانبوت، عندي هنا طلع بصفر،
الممبرشيب فانكشن، وعندي هنا الممبرشيب فانكشن طلعت بسبعة من عشرة. في بينهم ايه في الرول؟ اور. اعمل اورنج للاثنين، اور يعني ماكسيمم، يبقى هاخد الماكسيمم بتاعته فاليز يطلع لي بسبعة من عشرة. سبعة من عشرة دي بنسميها ديجري اوف سبورت. اذا الانتيسيدنت هي ترو بنسبة سبعة من عشرة، يبقى لازم الكونسيكوينت تبقى ترو بنسبة سبعة من عشرة. اخد السبعة من عشرة دي واطبقها على اللي هي ديجري اوف سبورت بتاعت الرول، واطبقها على الايه؟ على الاوتبوت فازي ست اللي هي الجينرس. برضو الاوتبوت فازي ست اللي هي الجينرس لازم اختار لها شكل ممبر شيب فانكشن، وبيزد على الممبر شيب فانكشن اللي اخترتها بالرينج بتاعها بالانيفيرس اوف ديسكورس بتاعها، هبتدي اشوف السبعة من عشرة دي عن طريق ان انا اعمل حاجة اسمها امبليكيشن. امبليكيشن اللي هي اكتر من ميثود، احنا اخترنا اللي هنتكلم عليها الموست كومن اللي هي المينيمم او اللي بيسموها ترانكيشن، ان انا باجي اقطع هنا عند السبعة من عشرة فتطلع شكل الفازي ست كده. اذا الاوتبوت بتاع الرول بيكون فازي ست وليس كريسب نمبر. ماشي؟ طيب انا متخيله في سؤال في دماغكم دلوقتي، هو احنا اللي بنختار شكل الممبر شيب فانكشن؟ طب احنا بنختارها ثابته في كله ولا احنا ممكن نغير؟ السؤال ده اكيد فكرتوا فيه صح وانتوا قاعدين، صح يا جماعه؟ لكل الجوريزم من دول في هايبر بارامترز كده هي اللي بتبان من الاكسبيرينس. يعني لو زادت الكومبلكسيتي اختار حاجه سموث. لو شايف ان انت محتاج حاجه زي تاخد النورمال ديستريبيوشن فممكن تختار الجاوسيان ديستريبيوشن. سمبلي اختار تريانجولار شيب. الرينج بتاع دي انيفرس اوف ديسكورس بيزد على انت عايز تاخد الريت من كام لكام. اذا كلها حاجات تعتمد على الايه؟ اكسبيرينس. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى احنا الستبس بتاعتنا فازيفاي الانبوت، ابلاي الاوبريتورز، اطلع بالديجري اوف سبورت، اعمل امبليكيشن. خلص كده؟ لا، ده للرول، كل رول بتعمل كده، دي رول واحده، كل رول بنعمل الخطوات دي. يبقى الستبس، تعالوا نشوف الفايف ستبس بتاعه الفازي، بنسميه فازي انفرنس بروسيس. الفايف ستبس هي ايه؟ رقم واحد بنعمل فازيفيكيشن للانبوت فاريبلز، بنعمل ابلكيشن للاوبريتورز، بعد كده بناخد منهم الديجري اوف سبورت عشان نعمل بيها امبليكيشن للانتيسيدنت، وبعد كده بنعمل اجريجيشن. انا عندي رول وعملت فازيفيكيشن وعملت امبليكيشن وطلعت الفازي ست دلوقتي معمول لها ترانكيشن صح؟ الرول اللي وراها نفس الخطوات، الرول وراها نفس الخطوات. طب خلصت، اعمل لهم اجريجيشن، جمعهم. ازاي اجمعهم؟ برضو ليها اكتر من ميثود. بعد ما جمعهم اعمل لهم بقى دي فازيفيكيشن تاني واطلع بقيمه واحده بتحقق كل دول. ماشي يا جماعه؟ يبقى الخلاصه كلها ان انا بقعد اعمل مجموعه من الستبس عشان اطلع في الاخر بقيمه واحده بتحقق كل الرولز اللي عندي، بتحقق كل الداتا سيت اللي عندي، كل الاي اي هتلاقوه ماشي في نفس السكه دي. فبالاخر اعمل لي دي فازيفيكيشن علشان تطلع بايه؟ بفاليو واحده بس. الكلام ده شرحته وانا قاعده بتكلم. عندنا تو تايبس من الفازي انفرنس سيستم، بيفرقوا بشكل الخرج اللي بيطلع، الخرج اللي بيطلع فازي ست ولا الخرج اللي بيطلع شكله عامل ازاي. في عندنا المندمي تايب وفي عندنا السوجيني تايب. ممكن تلاقي الفازي لوجيك متقلب اكتر من مسمى في بعض الكتب، ولكن هو فازي انفرنس سيستم، لكن هو في النهايه بيتكون من مجموعة membership functions، من fuzzy logic operators، من earthen rules. ممكن ألاقيه في بعض الكتب fuzzy rule based system، fuzzy expert system، fuzzy modeling، fuzzy associative memory، fuzzy logic controllers، fuzzy systems، كلهم بيعملوا نفس الستبس. الاختيار بتاعها لما اختار انا الاكسبيرينس يعني بتاعتي ممكن اعملها بناء على داتا. يعني يعني ايه بناء على داتا؟ يعني انا ما اعرفش مثلا شكلها هيطلع بشكل عامل ازاي. مثلا لو انا بستعمل مثلا بستعملها في المثال بتاعنا مثلا الدراسه مثلا بتاعت العميل او تقييم الاكل عامل ازاي، ممكن اعملها مثلا بداتا مثلا عندي لما اشوف مثلا العملاء بتعمل ايه انت عارف انه في طرق بتعمل اوبتمايزيشن ليها اصلا؟ يعني
اصل دي تعتبر الهايبر بارامترز المؤثره على الحل بتاعك. انت لما انت دلوقتي في تول بوكس اسمه فازي لوجيك على الماتلاب، انت بتفتحه وتختار مجرد بس ايه تراينجلر، يعرف ان انت مختار تراينجلر، وتختار من كام لكام الرينج بتاعها والبيكس بتاعتها وكل الفاليوز بتاعتها، وتبتدي تعمل بروسيس. لقيت ان النتيجه مش عاجباك، طب ما ادخل اغير التراينجل واحط واحده تانية. انت مش بتتعب في حاجه خالص، الموضوع كله يعني جاهز قدامك، جرافيكال يوزر انترفيس، وعندك التول بوكس جاهز غير ان انت تقعد تكود. فطبعا الموضوع محتاج اكسبيرينس ومحتاج اوبتمايزيشن علشان تعرف تختار الافضل احسن حاجه. زي النيورال نتورك، احنا ممكن نستخدم الجيناتيك الجوريزم عشان اوبتمايز الويتس بتاعه النيورال نتورك. تمام، كله نفس الايه الفكره. اللي هو ايه؟ اه بمعنى تريانجلر دي احنا خدناها في الفازي سيت بتاعت الاوبوت اللي هي التب، لكن عندك هنا هتلاقي في الانبوت احنا واخدين شكل الترابيزويد، واخدين شكل اللي هي السيجمويد او اللي هي الجاوسين. تمام، ما دي النقطة اللي بقولك عليها الاكسبيرينس. شوف انت فكرت ازاي علشان تفكر ايه انسب حاجة بيزد، هو يا ترى الرينج بتاع الفازي سيت دي بيتغير ازاي، فبناء عليها تختار الانسب. فسؤال كويس جدا. دلوقتي نقدر نقول بقى ان الفازي لوجيك بيستخدم في تطبيقات كتيره جدا، بيستخدم في الكنترول، بيستخدم في الكلاسيفيكيشن، ديسيجن اناليسيس، اكسبرت سيستمز، كمبيوتر فيجن، بيستخدم في حاجات كتيره جدا. ونزل دلوقتي بقى في، مش دلوقتي كمان من زمان، التايب 2 فازي لوجيك. في يعني دراسات كتير لسه بتبقى مستمره في الفيلدز دي. طيب الممدامي ميثود دي اللي احنا اتكلمنا عليها هي نفس الستبس برضو، هم كلهم بيبقوا نفس الستبس اللي هي فازيفيكيشن، ابلكيشن اوف اوبريتورز، امبليكيشن، اجريجيشن، بعد كده دي فازيفيكيشن. لو خدنا المثال على بعضه بقى كله عشان نختم بيه، المثال كله على بعضه، انا عندي بروبلم بتقول ان انا عندي ريستورنت، والريستورنت ده عايزه احط رولز، بيزد على الرولز هشوف تقييم الكاستمرز اللي بيقولي، وابتدي اشوف يعني انا ماشيه كويس ولا ماشيه وحش، راي الناس في ايه. فانا عندي لازم الاول اهم حاجه الداتا سيت، صح؟ داتا سيت هي الاف ذن رولز اللي بتريبريزنت الرولز بتاعتك اللي انت حاططها للايه سيستم. ماشي يا حجاب؟ طيب فانا عندي ايه، انا عندي رول اولانيه بتقول السيرفيس اف سيرفيس از بور اند فود از رانسد ذن تيب از تشيب، او اف سيرفيس از جود ذن تيب از افريج. مروري ورقه بتغيب. واف سيرفيس از اكسلنت اور فود از ديليشس ذن تيب از جينيروس. ادي الثلاثه رولز اللي هم حاطينهم بيحكموا الايه البروبلم. طيب انا عايزه ايه بقى، انا عندي تو انبوتس داخلين على البروبلم دي، وهطلع باوتبوت واحد. ايه الاوتبوت الواحد اللي هطلع بيه ده؟ التب. ماشي، ايه الانبوتس؟ السيرفيس والفود. يبقى الاوتبوت هو اللي موجود في الكونسيكوينت، والانبوت اللي موجود في الانتسيدنت، صح كده؟ طيب الفاليوز بتاعتهم ايه؟ السيرفيس هنديها رينج من 0 ل 10 والفود كذلك. ماشي، يبقى انا عندي 2 انبوت 1 اوتبوت و 3 رولز، تعالوا نطبق عليها الفازي لوجيك. دلوقتي اول حاجه اتفقنا ان احنا هنعمل فازيفيكيشن للايه؟ للانبوت. انا عندي الفود ديليشس، ادي رول بتقول لو السيرفيس بول والفود از رانسد والسيرفيس از جود، وهنا اف سيرفيس از اكسلنت والفود از ديليشس، يبقى انا عندي ايه بالظبط. هاجي اشوف الديليشس دي، هبتدي اختار شكل الممبر شيب فانكشن اللي انا شايفاها مناسبه للكونسبت نفسه، وهو محدد لي اصلا الرينج بتاعي. وبعدين قال لي اداني انبوت، دي معلومه جيفن بقى مش انا اللي بحسبها، قال لي ان الفود انا اديته 8، الكاستمر اداله 8، ف 8 لقى ان 8 هنا في الممبر شيب فانكشن اللي هو اختارها هتطلع لي الايه 7 من 10. اذا عمل فازيفيكيشن فطلع بديجري اوف سبورت ب 7 من 10. طيب هل في حاجه ثانيه موجوده؟ هل في بعض البارتس ثانيه من الانتسيدنت موجوده علشان نعمل لهم اندنج او اورنج؟ اه في، انا عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو السيرفيس از اكسلنت والفود از ديليشس، عملنا فود ديليشس اهي، وقلنا لو الفود ب 8 هيطلع لي ممبر شيب فانكشن 7 من 10، وهنعمل فازيفيكيشن برضو للسيرفيس بخليه مثلا، قصدي للاكسلنت يعني،
نخليها تاخد وليكن البيلت شيب فانكشن، واقول ان انا عندي لو اديتك السيرفيس بتلاتة ككاستمر، فتلاتة دي هتديني زيرو سيرفيس، فاصبح هعمل ابتدي اعمل اوبريشن ما بين الاثنين، هي اور المعادل الاوبريتور هنا اور، يبقى زيرو 7/10 هيديني 7/10، يبقى الديجري اوف سبورت بتاعت الرول دي 7/10، يبقى اجي على الكونسيكوينت بتاعي اللي هو ذنتب از جينرس ده، وابتدي ان انا اعمل له ترانكيشن عند 7/10. يبقى الاول انا مختاره له شكل في الاول خالص، لازم اختار ممبر شيب فانكشن لكل ترمينولوجي موجود عندي، كل لينجويستيك تيرم لازم اختار له ممبر شيب فانكشن من الاول. فاخترت له الشكل تريانجلر، وخد بالك ان الشكل نفسه ممكن تختاره متشفت يمين او متشفت شمال او في السنتر حسب ايه انت هتدخل القيم شكلها عامل ازاي. زي ما انت شايف هي متشفته شويه يمين، هقوم جاي عامله ترانكيشن، هعمل امبليكيشن تتنفذ على الكونسيكوينت اهي، فيطلع عندي الريزلت بتاعت اول رول هتكون عباره عن الشكل ده. نمسك تاني رول نعمل نفس الكلام، نمسك تالت رول نعمل نفس الكلام، وبعدين في الاخر ادي اول رول، ادي تاني رول، ادي تالت رول، كل واحده بتطلع فازي ست. هنا عندي if service is poor و food is rancid اللي احنا عملناها اللي تحت دي. لو service is poor يبقى انا عندي هنا في membership function للpoor، خلاص؟ لو لاحظت بص كده ما بين الpoor والexcellent هتلاحظ ايه؟ اخد الجزء المتصاعد ده كان هي membership function بتاعت الdelicious، واخد الايه الجزء اللي نزل تحت كان ممبر شيب فانكشن بتاعه البور، لانه البور هيبقى قيمه اقل في السيرفيس، وكانها بيل شيب فانكشن نصها خدته كانها ايه كلها على بعضها، يعني ايه بيل شيب فانكشن. وعندي هنا برده نفس الكلام اهي، اذا الفود عندي هنا عمل له ممبر شيب فانكشن، الجزء اللي في الاول متصاعد ده هو الديليشس، والجزء الثاني هيبقى هو الرانسيد او الفود سيء يعني. وبعدين بعد كده يا جماعه هيبتدي يعمل برضو ياخد القيم بتاعه الفاليوز دي ويقطع عندها ويشوف الايه الممبر شيب فانكشن او ديجري اوف سبورت طلعت كام، يقوم عامل ترانكيشن عند القيمه اللي طلعت. تمام. هنا مثلا ما عنديش غير بارت واحد بس في الاف رول في الانتيسيدنت، فبالتالي ديجري اوف سبورت هو الايه القيمه اللي هتطلعها كممبر شيب فانكشن مباشره، هتعمل بيها امبليكيشن او ترانكيشن للايه للاوتبوت فازي ست. وهنا بالنسبه لي طلع بعد ما عملنا اللي احنا حليناها من شويه سلايد اللي فاتت هنعمل ترانكيشن. نيجي بقى الخطوه اللي بعد كده، دي كل الرولز، يبقى كل الرولز اللي عندك لو عندك 1000 رول هتعمل الخطوات دي، تقوم جاي تعمل لهم اجريجيشن بقى، تجمعهم تيجي تعمل لهم اجريجيشن. اجريجيشن ممكن نستخدم الماكسيمم ميثود، ممكن نستخدم اكتر من طريقه، بس احنا ايه احد الطرق اللي هي الكومن هي الماكسيمم، ان انا اخد الماكسيمم فكانك بحط دول كلهم جنب بعض فتطلع شكل الايه الكيرف بالشكل ده. يبقى انا جمعت كل الرولز، كل الفازي سيتس اللي طلعت من كل الرولز، فاضل لي بس اعمل ايه دي فازيفيكيشن، اطلع بقيمه واحده كريسب بتريبريزنت السوليوشن بتاعي. الدي فازيفيكيشن بيستخدموا له طرق زي طريقه السنترويد، في طريقه ثانيه اسمها الويتد افريج، في طريقه ثانيه اسمها الميدل اوف ماكسيما، في طرق كتيره للايه لل دي فاسيفيكيشن، اشهرهم هي السنترويد، وكلهم عباره عن فانكشنز جاهزه موجوده في الماتلاب. تمام. فيطلع لي في الاخر الدي فاسيفيكيشن قيمه واحده بتقول التب بكام بكل الايه الرولز اللي محطوطه دي، لما يكون الفود بكذا ب8 ولا والسيرفيس ب3 يبقى ساعتها التب المفروض تبقى متوقعه كده. اذا الستبس بقى بتاعت الفازي انفرنس سيستم هتبقى بالشكل ده، ان انا بعمل فازيفيكيشن للانبوتس، فازيفيكيشن للانبوت الثاني، اعمل اوبريتور، اعمل اوبريتور، اعمل اجريجيشن، وبعد كده اعمل دي فازيفيكيشن. تمام. ده الايه البروسيس كلها على بعضها بتتم ازاي. طرق دي فازيفيكيشن بقى بندخل في اكتر من طريقه، زي ما قلت لكم عندي السنترويد اشهرهم، ولكن شكل الممبرشيب او الممبرشيب فانكشن بتاعه الاوتبوت اللي هي اتعمل لها اجريجيشن بيخليك تختار انسب طريقه علشان تعمل بيها عمليه الدي فازيفيكيشن. تمام.
فمثلا لما جيت عملت جمعت شكل ال دي مثلا ما اتعملهاش ترانكيشن او كانت الديجري اوف سبورت واحد، فلما جاء قطع فضلت زي ما هي ترانكل، لما جاء جمعها على الثانيه فطلعت نتيجه الاجريجيشن بالشكل ده. الخطوه اللي دلوقتي المفروض اعملها ايه؟ دي فازيفيكيشن. طب ما انا بقى بعمل السندرويد والفيلم ده كله، في طريقه اسمها الماكس ممبرشيب برينسيبل او الهايت ميثود. لما يكون عندي بيك عاليه كده ليميتد تو بيك اوتبوتس، هي على طول القيمه بتاعت دي فازيفيكيشن هي البيك دي سيمبلي وخلاص. تمام؟ يب الماكس دي كانت بيجيب اللي هي اعلى حته بس وبينكلكت الباقي الشكل. اه بالظبط، ما تنفعش كله طبعا. يعني ايه عبارة عن حاجة واحدة بس؟ اخذ البيك، اخذ البيك وكأنه بيقول ان البيك ده اعلى حاجة ممكن يديها تب كتب. في بعض الكيسز مش هتبقى مناسبة. وعلى فكرة انت لما تجرب كل طريقة من دول كل واحدة تطلع نتيجة مختلفة. يعني ده يطلع لك ان التب 16%، واحد تاني يطلع لك 15%، واحد تاني يطلع لك، بس هيبقوا قريبين من بعض. مين الموست اكيوريت بقى؟ هي السنترويد، لان هي بتحسب حسابات دقيقه عشان تجيب لك من السنتر، عشان كده هي الموست كومن. عندي برضو السنترويد ميثود، هي السنتر اوف جرافيتي او سنتر اوف اريا، تعتمد على اني بجيب الانتجريشن بتاع الممبر شيب فانكشن مضروبه في الفاليو بتاعه الزد على الانتجريشن الزد اللي هي انت بتعمل الفازي ست نفسها بتاعتك عباره عن ايه، يعني الرينج بتاعك ده عباره عن ايه. تمام؟ وعلى الانتجريشن بتاعها نفسها تاني تحت بس مش مضروب في الزد. ليها كالكوليشنز بتتحسب عادي جدا اعتقد على الكالكوليتر، وبتحسب برضو في الماتلاب موجود ليها الكود بتاعها. يعني مجرد بتكتب سنترويد بس هو بيحسب الحسبيه بتاعته. زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا الموست اكيوريت ان هو مركز على السنتر. كان يعني واخدهم كلهم في الاعتبار. طيب sometimes بيكون الاجريجيشن نتيجته كده، هو رسم لك اللي في النص بس عشان يقول لك ان هم كانوا شكلهم كده لما عمل لهم اجريجيشن، بقت هي عباره عن دي كده 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 كده. دي بنستخدم لها طريقه الويتد افريج ميثود. الويتد افريج ميثود هي عباره عن ان هو بياخد مثلا هنا عندي الماكسيمم فاليو كانت بنص وهنا كانت بتسعة من عشرة، فياخد الماكسيمم فاليو يضربها بالسنتر اهي، بلس الماكسيمم فاليو يضربها في السنتر اهي، ويجمع على ايه؟ على قيم الممبر شيب فانكشن. يبقى لو طلع عندي شكل الاوتبوت بتاع الاجريجيشن بالشكل ده، يبقى الويتد افريج ميثود هتبقى سيوتابل جدا، وعلى فكره هتدي طريقه هتدي نتيجه دقيقه زي السنترويد. طيب نيجي نشوف بقى المين ماكسيمم ممبر شيب فانكشن او بيسموها الميدل اوف ماكسيمم. لما يكون عندي فاليو عاليه جدا بس مش بيك مقارنة بالباقيين، فأنا ممكن أبتدي أشوف السنتر بتاعها هو عبارة عن إيه، عن طريق إن أنا باخد الإيه الفاليو بتاعت الإيه بلس البي على 2 وأجيب السنتر بتاع أعلى فاليو وصل لها في الإيه في الأجريجيشن. دي بتتطبق أكتر في الجاوس يعني، صح؟ اللي هي خلي بالك اسمه سكيل كيرفز يعني. الجاوسيان لما تقصدي لما تعملي ترانكيشن هي، بس هي اكتر اغلبيتها ستريت لاينز، لان الجاوسيان مش هتطلع لك الشكل ده لما تيجي تعملي لها اجريجيشن. انا اقصد ان انا دلوقتي لما باجي اخد نقطه الميدل المنتصف هي كده نفس النقطتين اللي على الجنب، الجاوسيان عامله كده، فلما تيجي تعملي ترانكيشن ده عمره ما يبقى ستريت لاين. سنترويد هتبقى افضل حاجه مع الجاوس. تمام يا جماعه؟ ده اكزامبل. الاكزامبل بيقول لي ايه بقى؟ اقرا لي كده الاكزامبل، حد يقرا لي كده الاكزامبل ويقول لي هو عايز مني ايه. A railroad company intends to lay a new rail line in a particular part of a country. It is surveyed in three stretches and the data are collected for analysis. The surveyed data for the road are given by مجموعة من السيتس، ست واحد واثنين وثلاثة. Where the sets are defined on the reverse of right of way width. ايه المسموح لك؟ ايه المسموح لك تاخده من الطريق؟ For the railroad to purchase the land, it must have an assessment of the amount of land to be bought. لازم احدد انا هاخد اشتري قد ايه من الارض.
The three surveys shown are ambiguous because يعني vague يعني fuzzy because some of the land along the proposed railway road is already public domain and will not need to be purchased. Besides, original surveys are old and that some ambiguity exists on boundaries. في بعض الغموض على الباوندريز لأنها خرائط قديمة. And public right of way for old lines and roads. The three fuzzy sets represent the uncertainty in each survey. هو already بدي لك ال three fuzzy sets بتربريزنت التلاتة surveys والبين فيهم ال uncertainty as to membership of right of way width. اعمل لي aggregation لل three fuzzy sets علشان تطلع لي بقيمة واحدة بس قول لي هي دي القيمة اللي شايفها مناسبة للايه؟ للايه يا جماعة؟ للويتس بتاع الطريق صح؟ فداني قال لي انا عندي التلاتة هم هنا انا شاكك ان الويتس من مش عارفة مش شايفة بصراحة من صفر للخمسة هنا من تلاتة لسبعة هنا من خمسة لتمانية فانا هعمل لهم اجريجيشن عشان اطلع بقيمة واحدة ورايح دماغي فأقوم جاية عاملة اجريجيشن لكله دي لحد خمسة طب ودي من اول تلاتة يبقى انا همشي كده وامشي لحد تلاتة مش خمسة بقى لحد تلاتة وبعدين هقوم ايه شوف الممبر شيب فانكشن هنا نص وهنا مش شايفة كام وهنا واحد وابتدي اجمع التلات اشكال على بعض علشان في الاخر اعملهم دي فازيفيكيشن ممكن استخدم اكتر من طريقة ممكن السنترويد وممكن ايه ايوه اللي هي لسه شارحينها دلوقتي اللي هي المين ماكس او الميدل اوف ماكسيمم صح كده يبقى هاخد النقطه دي وليكن دي 6 ودي 7 بلس على 2 يبقى هي النقطه اللي في النص دي طبعا السنترويد ميثود لو انت عملت لها انتجريشن بنفسك مانيوالي فانت هتمسك كل لاين من دول وتشوف اللاين من كام لكام شايفين يا جماعه وتبتدي تحدد الرينج بتاعه من 0 ل 1 بعد كده من 1 ل 3.6 من 10 اللي هي 3.6 من 10 هي الحته دي وهكذا وايه ده بالنسبه للجزء النيميريتور وده بالنسبه للجزء الدي نيميريتور هو نفسه ولكن هنا بس مضروب في زد ماشي والزد طبعا هي مين اللي هي الويث اللي انت عايزاها اللي هي الويث بتاع الطريق السنترويد بس ادتني 4.9 من 10 طب لو جربنا الميدل اوف ماكسيما او الويتد افريج ادتني 5.4 من 10 دي كام 4.9 من 10 دول هتدي قيم مختلفه بس قريبين من بعض المين ماكس ادتني 6.5 في الاخر ادقهم هي السنترويد ميثود ماشي يا جماعه ولكن حسب انت عايز ابروكسيميشن ولا انت عايز قيمه تكون يعني فيري اكيوريت نكتفي بهذا القدر اتمنى تكون الدنيا وضحت اكتر ويعني الصوره بقت واضحه بالنسبه لنا يعني ايه فازي لوجيك المحاضره الجايه ان شاء الله مش تبقى طويله هناخد فيها بقى الفازي لوجيك كنترولر ونقفل على كده اللي هو نفس الستبس دي هنستخدمها بس هنستخدمها بقى فور كنترول انا لما باجي اعمل كنترول لاي بروسيس فاحنا عارفين الكلوز لوب سيستم بيكون شكله عامل ازاي انا عندي ده كنترولر وعندي هنا البلانت بتاعي وادي الاوتبوت اللي هيخرج هعمل سنسيشن بسنسورز سيت اب للشكل الاوتبوت اللي هيطلع وبعدين الانبوت بتاعي اللي هو السيت بوينت او الريفرنس بوينت اللي هي التارجت اللي انا عايزاه هيطلع لي الايرور علشان ابتدي اعمل تعديل في الاوتبوت بتاع في الكنترولر بتاعي في البارامترز بتاعه وليكن الكنترولر ده انا هستخدم الفازي لوجيك كنترولر الدنيا هتمشي ازاي والستبس هتبقى عامله ازاي علشان اعمل كنترول لبروسيس معينه ده اللي هناخده ان شاء الله الايه المحاضره الجايه ماشي يا شباب فين الغياب